علاش حسك تزوج وانت صغير وتبعد من الفساد؟ هذه الحالة ديال واحد المراجع جا عندي العيادة، فعمرو 47 عام، 47 سنة. مني سولتو حسبني واش عنده، راه مجوج وعنده شي 3 د الولاد ولا 4. قلت له واش مجوج؟ قال لي لا. عندك شي ولاد؟ قال لي لا. واش فيك سكان؟ لا. واش فيك طونسيون؟ لا. خدام؟ خدام الحمد لله. تتربح مزيان؟ قال لي تنربح، اللهم لك الحمد. يعني تيربح، عنده من كل خير، عنده دار وعنده طوموبيلته وعنده خدمة وعنده الصالير ديالو مزيان وما خاصو حتى شي حاجة. قلت له شنو المشكلة ديالك؟ قال لي انا كنت بحال عنتر بن شداد، يعني عندي واحد الرغبة جنسية قوية، هي نهضر مع البنت ولا نقيسها يعني تيقوم الذكر ديالي، ومدة سنوات وانا يعني بخير وعافية، اللي بغيتها تنعس معها بدون اي مشكل والو، بعد نوبات نعس كل نهار، بعد نوبات جنوبات في النهار، بعد نوبات يوميا، بعد نوبات 3 جنوبات في الاسبوع، بعد نوبات 3 في الاسبوع، حتى راه يجي واحد النهار كحل اللي دمر لي الحياة ديالي. قلت له شنو هاد النهار؟ قال لي انا دابا كنت نعست مع واحد البنت وما درتش البريزرفاتيف في الواقي الكبوط، داز واحد 6 شهور وهي تعيط لي في التليفون، الو الو فلان بن فلان، وانا قلت له هو انا. قال لي واش؟ قالت لي واش عقلتي عليا؟ قلت لها عقلت عليك، فلانه فلانه. قالت لي هي انا. قلت له الله يخليك، دابا راني تصاب فيا السيده، ودابا سير دير التحليل باش تشوف راسك انت واش فيك السيده ولا لا. قال لي هي قالتها لي وانا مشيت نحماق، مشيت نتسطى. من داك النهار دمرت الحياه ديالي، من داك النهار فاش قالت لي سير دير التحليل صافي. قلت وكوكا عباد الله، سيده جاتني حياتي مشات، وانا ندمر، وانا سميتو وتصدمت واحد الصدمه بحال واحد الزلزال خطير. المهم مشيت درت التحليل، واخا درت التحليل الحمد لله تصاب طبيعي، قلت الحمد لله يا ربي التحليل طبيعي. لكن من داك النهار واخا التحليل هو طبيعي، اكرهت النساء، كرهت العيالات تماما، ما بقاتش عندي شي رغبة جنسية تماما، تنشوف المرأة بحالي تنشوف شي حاجة كحلة قبلت عيني، ولا عندي الاكتئاب والوسواس القهري، وليت يعني تنفكر في هذا المشكل ليل ونهار، تنقول أولي دابا يجيني السيدة دائما دائما، السيدة راه تجيني، السيدة راه تجيني، أنا الحماق، ما بقات عندي رغبة حتى شي حاجة في الحياة ديالي. يعني ما كنت نشيط، كنت تنضحك، كنت تنخرج، كنت تنسافر، كنت تنسميتو، دابا والو، حتى شي حاجة ما بقات تعجبني ولا عندها شي لذة في الحياة. واخا عندي الخدمة، واخا عندي داري، واخا سميتو وكل هاد المشاكل، وزيد على ذلك وليت مدمن شوية على العادة السرية. علاش؟ قلتلو علاش؟ انا فهمتو دابا حيت هو علاش ولا مدمن على العادة السرية، لأن قال لي أنا تنحس بالأمان إلا درت العادة السرية، تنقول ما رنتصابش لا بسيدة لا تا بشي حاجة، ولكن باش نعس مع شي مرا مستحيل، إلا جات شي مرا زعما باش نعس معاها ما عنديش الرغبة تماما، وما عنديش يعني انتصاب تماما، في حين إلا درت بيدي يعني تتكون داك الرغبة وتيكون انتصاب وتتكون داك اللدة الجنسية. على أي حال اليوم دمرت الحياة ديالي، كنت في السماء ورجعت يعني في أسفل الأسفل السافلين.
قلت له يعني قال لي شنو عندي. هو طبعا يعني هذه الحالة اللي جاته تتسمى حالة الصدمة أو حالة الرعب ما بعد الصدمة، لو سيندروم بوست تروماتيك، مع الاكتئاب ومع الوسواس القهري. اشني هذه الحالة الصدمة؟ يعني الصدمة يعني الرعب ما بعد الاكتئاب. وليزاتاك دو بانيك، ليزاتاك دو بانيك يعني تيجيو داك نوبات الهالة العقلية بعد نوبات القلب ديالي تيبقى يدق بسرعة، يدق 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 يدق، وتخلع وتنجيب ربي راه حماق، راه نتصدى، خلينا ندمرت في الحياة ديالي. هاد الحالة تجي ماشي غير هو طبعا ملي قاتلو سيدي لتحليل السيدة، صافي هو اعتقد على انه فيه السيدة، لا هي السيدة تنتقل طبعا على العلاقات الجنسية ولا بالدم، جوج حوايج مهمين. وعشرين ألف نوبة ومئة ألف نوبة تنقول لكم دائما إلا كانت عندك شي علاقة دير الواقي، دير البريزيرفاتيف. وهاد الحالة هادي مثلا الله يستر مدير له شي واحد يموت له، شي واحد عزيز عليه بشي قصيدة ولا تتوقع له شي كارثة أولا يعني شي زلزال أولا شي مصيبة كبيرة كبيرة كبيرة، تتسمى الرعب ما بعد الصدمة، لو سيندروم بوست تروماتيك. تيولي الانسان خايف ومخلوع ومكتئب ومهزوز في العقل ديالو وموسوس، ويعني والمخ ديالو بحال الا ما عايش يعني سميتو، يعني بحال كيما تيقول لي هو انا بحال الا تسطيت يعني ولا تدمرت الحياه ديالي، كنت بنادم ورجعت يعني فين كنت وفين رجعت. قلت له هادشي كامل اللي وقع لك وكا كنت زوجتي وانت صغير عمرو ما يوقع لك. وعلاش حنا دائما تنقول لكم تزوجوا صغار؟ الا عطاك الله باش تزوج الحمد لله، عندك طوموبيلتك وخدام وميسور وما خصك تا خير، شنو كان خصك؟ خصك تزوج. دابا هو كا كان تزوج دابا في عمرو 47 عام وهو مازال ما مزوج وصار عنده عقدة من النساء. خلينا نشوف المرأة بحيث تنشوف يعني شي فونطوم، شي حاجه خطيره يعني الله نشوفها ولا نقرب لها، يبقى قلبي يدق 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 والخلع وبحال راه نطيح ولا راه نتصدى. طبعا يعني انا قلت لهم انت تشوف بحال دابا هكاك العيالات يعني بحال دابا ديال ما يسمى بنات الهوى وكذا، يعني شكون اللي يضمن لك هي راه تنعس غير معاك انت؟ تتنعس مع هذا ومع هذا ومع هذا، وشحال من واحد يعني تيكون فيه السيده يعني وهو ما عارفش وراه تنعس معاك وتلصق فيك السيده. وتصور دابا انت بعد 6 شهور وانت يا شو شحال من وحده نعستي معاها، وكي كان لا قدر الله فيك السيده شحال تلصق من وحده. تا واحد الراجل كان عندي واحد السيد تا هو وكان يعني زهواني ومشى وكبير ماشي صغير، ومشى دار شي نوبه علاقه مع شي بنات ديال الهوا بحال هكا، لصقات فيه السيده، جا عند المراه ديالو هو طبعا ما يقولهاش راني عندي شي علاقه ولا شي حاجه، نعس معاها والمراه كبيره وشارفه نعس معاها نصدق فيها السيدة. دابا الراجل كبير فيه السيدة والمرأة كبيرة فيهم السيدة، إذا وكا كان هو تزوج هاد الشاب صغير دابا هو 47 سنة ودمرت الحياة ديالو، وكا كان تزوج هو صغير هادشي كامل ما راه يوقعلكش. علاش؟ راه تنعس مع مراتك، مراتك حلالك نقية نظيفة الحمد لله، ما راه تلصق فيك لا سيدة ولا جوج. على أي حال الحالة هادي شوية صعيبة، اعطيناها واحد الدواء ديال هذه الحاله ديال الصدمه بعد الرعب، الرعب بعد الصدمه سيندروم بوست تروماتيك، واحد الدواء ديال الاكتئاب، واحد الدواء ديال الرغبه الجنسيه، واحد الدواء ديال القلق، وقلت له من هنا ورايح وتكون تكون ملكه الجمال، يعني عمرك ما تقيس في وحده هكاك، تندويوك ان شاء الله وتجوج على راسك. الواحد من تيتزوج صغير تيحمي راسو، علاش يعني حنا نقولوا ان الزواج نصف الدين. اذا نتمنوا على انكم فهمتوا هذه الحاله، نتمنى تشاركونا في فيسبوك دكتور بنيشو، يوتيوب دكتور بنيشو، انستغرام دكتور بنيشو، وموعدنا كل يوم الاثنين على الساعه 10 بالليل ان شاء الله. نقوم بالفحوصات عن طريق الواتساب 06 64 00 95 50، في الطب النفسي، في الاضطرابات الجنسيه، في مرض السمنه، في العلاج السلوكي والمعرفي، في المخدرات واضطرابات النوم. اذا كنت باغي الفحص تدخل لي كود، فقط الكود، رقم العيادة 05226 2052. شكرا لكم وأدام الله عليكم الصحة والعافية.